بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. ان شاء الله في التوتوريال دوت هنتكلم عن الابلودنج الفايل سوري ابلودنج البروفايل بيكتشر، وازاي ان احنا نربط البروفايل بيكتشر مع الداتابيس. فبالتالي اليوزر دلوقتي هيبقى عنده الخيار ان هو يعمل ابلود للبروفايل بيكتشر بتاعته، ولو ما رفعش البروفايل بيكتشر بتاعته يبقى الديفولت اوبشن اللي هي الصورة معينة احنا هنعملها. طيب ديت اول حاجه احنا عايزين نعملها. فبالتالي احنا عشان خاطر نعمل الكلام دوت هنبتدي على طول ان احنا نعمل الابلود في الفيوز. فبالتالي انا هكريت فولد هكريت فايل الاول جوه الفيوز اسمه ابلود دوت بي اتش بي، بعد كده هحط جواه الكود دوت، هعمل ريكوير وانس للناف بار عشان خاطر الناف بار يبتدي يظهر، بعد كده هبتدي اعمل الكلاس كونتينر بتاعي، بعد كده ابتدي ان انا كريت الفورم بتاعي هيروح على الكنترول ابلود دوت بي اتش بي لسه هنعملها او هي معموله بس فاضيه حاليا لسه ما فيهاش حاجه، وبعد كده المسج بتاعتنا بوست. وطبعا طالما احنا بنرفع فايل يبقى لازم الانك تايب بتاعنا يكون مالتي بارت فورم داتا، ده معناها ان الداتا بتتوزع على اجزاء، يعني الداتا مش بتروح مره واحده، بتروح على اجزاء، عشان كده بيقول لك مالتي بارت. طيب بعد كده الديف كلاس فورم جروب، بعد كده هنقول له الليبل بتاعنا ابلود يور بروفايل بيكتشر، بعد كده النيم هيكون يوزر ايمج، والتايب بتاعنا فايل طبعا لان احنا هنرفع فايل فبالتالي لازم التايب بتاعنا يكون فايل، بعد كده هنعمل تايب سبميت والفاليو بتاعته تكون ابلود والنيم بتاعه يكون سبميت. بعد كده نرجع هنا هتلاقي ان دوت المنظر الاخير بتاعنا. فبالتالي احنا هنروح دلوقتي على الابلود بي اتش بي وهنفتح تاج البي اتش بي بتاعنا، وبعد كده هنقول له دلوقتي ريكواير وانس للانك، وبعد كده الكونكشن دوت بي اتش بي، بعد كده هقول له اف الست دولار ساين فايلز اوف اليوزر ايمج اللي هو النيم اللي احنا عملناه للانبوت او اللي احنا اديناه للانبوت اللي هو دوت، بعد كده هنقول دلوقتي برنت ار على الدولار ساين الفايلز اوف اليوزر ايمج او خليها الفايلز بس وخلينا نشوف فيها ايه. بعد كده تخليني اعمل براوز وارفع مثلا اندكس ديت وخلي دلوقتي نعمل ابلود، هتلاقي ان هو ايه بيقول لك اليوزر ايمج، يعني لو كنا عملنا فيو بيج سورس هتلاقي ان اليوزر ايمج نفسها جواها ايه جواها الري النيم بتاع الفايل اللي احنا بنرفعه، التايب بتاعه، التمب، وبعد كده الايرور، وبعد كده السايز. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا هنشيك على كذا حاجه. هنشيك على ايه بالظبط؟ المفروض الفايل ابلود فيه مشاكل كتيره جدا، فبالتالي انا هحاول ان انا اتجنب نسبه كبيره منها، وفي نفس الوقت انا مش هتجنب كل حاجه لان احنا قلنا ان الموضوع دوت خطير شويه، وفي نفس الوقت انا الهدف من اللي انا بعمله احنا نشتغل على البي دي او براكتيكال اكتر. فبالتالي انا دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هعمل تشيك على الاكستنشن، وبعد كده هنعمل تشيك على السايز، هننقل الداتا ديت من المكان بتاعها للفولدر بتاعها، وهيبقى الاسم بتاعها يونيك عشان خاطر نتجنب ان يحصل اوفر رايد لو في اتنين يوزرز رفعوا نفس الاسم للفايل نعمل ما يحصلش اوفر رايد. طيب دوت اللي احنا هنعمله دلوقتي بشكل مبدئي. طبعا انت لسه قدامك حاجات تانية تعملها مع الموضوع دوت، انت لسه قدامك انك تشيك على الفايل تايب بتاع الداتا، تشيك على تمنع الاندكسنج للداتا ديت، لان دلوقتي ممكن اليوزر يفتح اليو ار ال ويبص على الداتا ديت فوق في او يتصفح الداتا ديت من الفولدر بتاعها من اليو ار ال، يعني مثلا يروح على البي دي او، بعد كده الابلكيشن بتاعنا، بعد كده يروح على الايمجز اللي هو الفولدر اللي احنا هنعمله دلوقتي، وبعد كده هتلاقي ان هو قادر ان هو يشوف كل الفايلز اللي موجوده جوه، مفيش اي مشكله. طبعا في حاجات تانية بس يعني ديت ايه اهمهم. بعد كده هنقول له دلوقتي خلينا بقى نشيك على الكلام ده، هنعمل دلوقتي الفايل عشان نختصر، ونقول له ان هو هيكون الدولار ساين فايلز لليوزر ايمج، وبعد كده هنقول دلوقتي ان الفايل نيم اسم الفايل بتاعنا ايه هو بالظبط اللي هو الفايل على طول من النيم. طيب يعني كان دلوقتي بقول له ايه ان الفايل دوت هو عباره عن ايه، هو عباره عن الاري ديت من المكان ده، وبعد كده بقول له ايه دلوقتي ان الفايل نيم هو نفس الاري ديت بس لو سمحت خش اعمل اكسس على النيم بتاعها. طيب بعد كده نفس الموضوع هنا، هنقول له دلوقتي ان احنا هناخد السايز بتاعنا وهنقول له دلوقتي الفايل سايز، وبعد كده هنيجي هنا وهنقول له دوت الفايل تمب، ودوت هنقول له هيكون اسمه التمب نيم، وبعد كده هنشيل دوت برده وهنقول ان دوت هيكون الفايل ايرور،
طبعا المفروض ان احنا نشتغل على الايرور او سويتش على الايرور ونشوف لو في اي مشاكل في الايرور، يبتدي ان هو يقول لنا ايه هي بالظبط. دلوقتي احنا معانا الايرور، فبالتالي هقول له دلوقتي ان الفايل ايرور، وبعد كده كده تمام. خلينا دلوقتي نبتدي ان احنا نقول له الالاود اكستنشنز. الالاود اكستنشنز عندنا هتكون عباره عن ايه بالظبط؟ خلينا نقول الحاجات اللي عندنا اللي احنا هنسمح بيها، الجي اي اف والجي بي اي جي والبي ان جي، وفي واحد كمان اللي هو الجي بي جي. طيب دلوقتي هنقول له ايه؟ هنقول له ان الاكستنشن بتاعنا هيكون عباره عن ايه بالظبط؟ هيكون عباره عن ان احنا نعمل اكسبلود للاسم بتاع الفايل نيم. فبالتالي الاسم بتاع الفايل نيم دوت، لو هو مثلا خلينا نقول ان هو هيكون اندكس دوت تكست دوت بي ان جي، لو احنا عملنا اكسبلود دلوقتي هيجيب لي على هيئه الري التكست والبي ان جي. فبالتالي دلوقتي انا هاجي اقول له ايه؟ هات لي الاند من الكلام ده. فهقول له دلوقتي الاند من الاكستنشن، فده كده معناه ان هو هيبتدي يدور على اخر حاجه. يعني دلوقتي هو هيجيب التكست والبي ان جي والاليمنت الاخير اللي هو البي ان جي، هو دوت اللي هيجيبه لنا، لان احنا عايزين الاكستنشن بتاع الفايل، والاكستنشن بتاع الفايل دايما بيكون هو ايه؟ اخر حاجه. وبعد كده اقول له ايه؟ سترينج تو لور، عشان خاطر احنا هنعمل ماتش بالكلام دوت للحاجه اللي موجوده عندنا هنا اهو جوه الالاود اكستنشن. فبالتالي لو اليوزر فكر ان هو يكتبها بي كابيتال، هتلاقي ان الكلام دوت مش جوه الاري بتاعتنا. فبالتالي انا اي حاجه اليوزر هيكتبها هخليها سترينج تو لور، وبعد كده ابتدي اشوف الداتا موجوده عندي جوه في الاري ولا لا. طيب هقول دلوقتي اف ان اري للاكستنشن مع الالاود اكستنشنز، لو هو موجود عندنا هنبتدي ايه نسال دلوقتي هل الفايل ايرور بيساوي زيرو؟ بيساوي زيرو يعني دلوقتي ايه؟ ان مفيش اي مشكله في الفايل ابلود اللي احنا بنعمله. طيب هنقول دلوقتي اف الفايل سايز بالميجا بايت، طبعا هنقول له اصغر من 2 ميجا. طيب دلوقتي هنقول له ان الفايل نيم نيو، دلوقتي هنشيك بقى دلوقتي على ان الاسم دوت لازم يكون يونيك، فبالتالي اقول له يونيك اي دي، وبعد كده اقول له ترون على الانتربي بتاع الداتا، وبعد كده نعمل كونكاتينيشن، وبعد كده نقول له دلوقتي ايه الاكستنشن بتاع الداتا ديت. طيب بعد كده خلينا نقول له طب ايكو للفايل نيم نيو، وتعالى تشوف الكلام دوت، وتعالى نرجع هنا، وتعالى نرجع برضو هنا، ونعمل براوز ونرفع الاندكس دوت بي ان جي ونعمل ابلود. هتلاقي دلوقتي ايه دوت بقى الاسم بتاعنا. طيب ممكن كمان ان انا كنت اخليها شاون مثلا او ام دي 5 او ايا كان، نخليها بالمنظر ده. طيب عشان بس ايه نشيل الدوت ديت، نعمل ريفرش، هتلاقي دلوقتي ان دوت اصبح الاسم بتاع الفايل. طيب ديت الايكو فايل للنيم نيو. طيب ده كده معناه ان احنا دلوقتي عدينا فعلا على البي ان جي، لان هي اندكس دوت بي ان جي، فبالتالي احنا دلوقتي الفايل دوت فاليديتد فعلا. في نفس الوقت السايز بتاعه فعلا هو اصغر من 2 ميجا، لان هو تقريبا 124 كيلو بايت او 300 حاجه زي كده، فبالتالي ينفع. وطالما الفايل ايرور يعني وهو بيحاول يعمل ابلود مفيش اي مشاكل، فتمام. يبقى دلوقتي احنا عملنا اكسس هنا وعملنا اكسس هنا ودخلنا للمكان دوت. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنقول له ان الفايل ديستنيشن اللي احنا هنروح له هو فين بالظبط؟ هقول له فايل ديستنيشن هيكون رايح على فين؟ هنقول له نرجع من الكنترول، وبعد كده على الفولدر اللي هو الايمجز، وبعد كده كونكاتينيت مع الفايل نيم نيو. الفايل نيم نيو. طيب وبعد كده هقول له ايه؟ اف موف فايل موف ابلودد فايل. الفانكشن ديت بتبتدي انها ترجع لك ريتيرن ترو لو الموضوع ده حصل. فبالتالي انا اقول له ايه؟ انت هتتحرك من الفايل تمبرري بتاعك وهتروح على الفايل ديستنيشن. فايل ديستنيشن لو ابتديت انك تتحرك فعلا قول لي دلوقتي ابلودت سكسسفلي. طيب ودلوقتي احنا محتاجين احنا نكريت فولدر عندنا هنا اهو ونسميه ايمجز، وتعالى دلوقتي نجرب نرجع بقى تاني ونعمل ابلود للاندكس، وتعالى دلوقتي نعمل لها ابلود. طيب كده كل حاجه شغاله تمام، مفيش اي مشكله. يعني انا عشان خاطر بس فاتح لينكس، فبالتالي البرميشن دينايد، احنا بنبقى ريستريكتد شويه على البرميشنز. لو انت فاتح ويندوز هتلاقي ان انت رفعت الفايل مفيش اي مشكله. فبالتالي انا محتاج ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ محتاج ان انا افتح التيرمينال، وبعد كده اقول له سودو شمود، هو نفس الكلام دوت. طيب تمام. بعد كده خليني اعمل ريفرش دلوقتي، هتلاقي بقول لك ايه ابلودد سكسسفلي. خلينا نقفل دوت، نرجع بقى هنا، تعال نبص على الايمجز، هتلاقي دلوقتي ان الفايل اترفع مفيش اي مشكله. طيب تعالى بقى نرجع هنا اهو،
دلوقتي احنا خلصنا الفايل ابلود، تعالى نقول له ايه الموضوع بتاع الايمج هيبقى معمول ازاي بالظبط. لازم نرجع هنا الاول، ولازم نكريت في البي اتش بي ماي ادمن عندنا لكل يوزر عندنا نكريت حاجه اسمها الايمج باث. فبالتالي هنروح على الابلكيشن بتاعنا ونروح على اليوزرز، وبعد كده خلينا نكريت فولدر تاني، او خلينا نكريت في الاستراكشر هنا اهو بعد الاكتف، وهنقول له دلوقتي دوت هيكون الايمج باث، هيكون فار كاركتر. خلينا نقول احنا معانا طبعا الايمج باث هيكون معانا شا 1 ومعانا اللوكيشن. فبالتالي خلينا نقول مثلا ان هو 60 مثلا، ويخلي الكوليشن يو تي اف 8 طيب، وخلينا نعمل سيف. طيب دلوقتي احنا محتاجين بقى ايه، نقول له ايه ستيتمنت بي دي او بريبير، وهنقول له دلوقتي ايه ابديت اليوزرز سيت الايمج باث بتساوي الايمج باث وير اليوزر نيم بيساوي اليوزر نيم. طيب بعد كده اقول له ستيتمنت اكسكيوت، بعد كده هنقول هنا ان الايمج باث الداتا بتاعته عباره عن ايه بالظبط، هنقول له هو عباره عن الفايل ديستنيشن. وبعد كده هقول له هنا ان اليوزر نيم هيكون الاسم بتاعه جاي منين، جاي من السيشن اوف اليوزر نيم. وخلينا نطلع نعمل سيشن ستارت. طيب وبعد كده تعالى هنا نقول له اف ان الستيتمنت ديت رو اكونت، خلينا نقول له دلوقتي ايكو فايل هاز بين ابلودد سكسسفلي. طيب وتعالى بقى دلوقتي نرجع تاني. طبعا دلوقتي نرجع هنا احنا هلو جيست، فبالتالي مفيش اي سيشن. فبالتالي انا محتاج دلوقتي ان انا اعمل ايه، محتاج ان انا اروح على اللوجن الاول واعمل لوجن. طيب وبعد كده خليني اروح على نروح على الابلود، نروح على ابلود دوت بي اتش بي. طيب وبعد كده اعمل براوز وارفع الفايل دوت تاني، وخليني اعمل ابلود. هتلاقي بيقول لك ايه الفايل هاز بين ابلودد سكسسفلي. تعال نبص في الداتابيز عندنا على اليوزر دوت، هتلاقي دلوقتي ان هو بيقول لك ايه المكان بتاعنا هو الايمجز، بعد كده المكان دوت. طيب تعالى بقى دلوقتي نروح على الايمج، او سوري نروح على الفيوز نفسها، الناف بار. نشوف بس الناف بار فين، هنا اهو. طيب والناف بار دوت هنحط جواه ايه بالظبط، او هنخلي واليوزر بعد كده بيعمل لوجن. خلينا نروح الاول نعمل لوجن، نشوف اليوزر وهو بيعمل لوجن. نضيف على الكام دوت السيشن، خلينا نشوف هي فين، هنا اهو. هنقول له ان السيشن بتاعتنا الايمج باث جايه من الفاليو اوف الايمج باث. طيب ونفس الموضوع تحت لليوزر اللي بيعمل لوجن بس كان عنده بان وبعد كده اتفك، هنحطه هنا اهو. طيب وتعالى هنا اهو دلوقتي نروح على خلينا نعمل لوج اوت، نروح بعد كده على اللوج اوت دوت بي اتش بي. طيب دلوقتي نعمل لوجن تاني. طيب بعد كده خليني بقى اجي هنا على الناف بار، وفي الناف بار احنا هنلاقي ان احنا مكريتين سيشن مفروض. تمام السيشن ديت موجودة هنا اهو. دلوقتي الايمج ديت، الايمج ديت انا كنت حاططها قبل كده، فبالتالي السورس دوت احنا هنشيله من هنا، وهنقول له دلوقتي ان السورس بتاعك هيكون ايه بالظبط، هيكون الدولار ساين سيشن اوف الايمج باث. طيب تعالى بقى دلوقتي كده نجرب الكلام ده، هتلاقي فعلا انها ابتدت تتغير، مفيش اي مشكله. طيب تعالى بقى دلوقتي ايه نسال حاجه بسيطه قوي. لو اليوزر دوت بيرفع ايمج بس الايمج، او اليوزر دوت لسه ما رفعش الايمج، يبقى بالتالي لازم نخلي ان في يكون في قيمه ديفولت للايمج ديت. فبالتالي هنقول دلوقتي ايه
لو ان القيمه بتاعت الايمج ديت قيمتها بنل، بالتالي هقول له دلوقتي ايه، خليها ان القيمه بتاعتها، ان السورس بتاعك هيكون عباره عن ايه بالظبط، انك ترجع من هنا وتروح مثلا على الانك، بعد كده البيكتشر دوت بي ان جي اللي هي الاصليه تاني. طيب وتعالى بقى كده دلوقتي، سوري تعالى نشيل ديت. طيب وتعالى بقى كده دلوقتي، احنا قفلنا هنا سوري، تعالى بقى كده دلوقتي نعمل الكلام دوت، وتعالى نعمل لوج اوت من هنا، وهعمل لوج اوت، هعمل لوجين باحمد دوت ما فيهوش اي حاجه. وتعالى دلوقتي نبص هنلاقي ان مفيش اي حاجه. طب ليه؟ لان هي لسه القيمه بتاعتها مش نال، وانا شغال بالنال اوبريتور، فدوت معناها ان لازم اخلي الايمج باس يكون القيمه بتاعته نال باي ديفولت، ديت انا نسيت اعملها. فبالتالي انا هخش هنا واعمل تشينج، وهعمل الاو للنون اند للنال اندكس، وخلينا نعمل سيف. طيب وبعد كده خلينا نعمل لوج اوت تاني ونجرب، ونعمل لوجن. طيب وتعالى نعمل فيو بيج سورس ونشوف ايه المشكله. طيب وخلينا بس نعمل كده عشان البريزيدنس بتاع الكلام دوت. طيب وتعالى بقى دلوقتي نقفل الكلام ده، وتعالى نعيد تاني. خلينا مثلا نقول هنا اهو، بدل النيك نيم دوت خلينا نعمل برنت ار على الدولار ساين سيشن، وتعالى نشوف هتطلع ايه بالظبط. تعالى نعمل ريفرش. طيب هتلاقي دلوقتي ان ديت الداتا اللي موجوده عندنا. طيب والايمج باس هتلاقي انها مش ملهاش قيمه، فبالتالي تعالى كده اقول له بس ايه، فار دمب على الدولار ساين سيشن اوف الايمج باث، ونشوف هتطلع ايه. هيطلع ايه؟ سترينج زيرو، ما رجعش نال، هو رجع سترينج زيرو، فعشان كده هي ما اشتغلتش. فبالتالي خلينا نرجع هنا نعمل براوز ونشوف. طيب وتعالى نعمل هنا اهو، لاننا لسه لازم كنا نخليها نال. طيب هي الديفولت هتبقى نال، بس ده عشان خاطر اتكريت، فبالتالي لو انا كنت عملت ريكورد جديد كنت هتلاقي ان هو اصبح قيمته بنال لو انا ما حطيتلوش داتا، بس دوت عشان خاطر احنا كريتناه وما نسينا نعمله نال، فبالتالي هتلاقي ان هو ايه، سترينج زيرو. طيب تعالى بقى دلوقتي كده نعمل لوج اوت تاني، وتعالى دلوقتي نقول له احمد والباسورد نهر لحد 9. هتلاقي دلوقتي ان ال البروفايل بيكتشر ابتدت انها تتحط باي ديفولت، مفيش اي مشكله لو اليوزر دوت ما حطش الداتا بتاعته. طيب فبالتالي محتاج دلوقتي انا اشيل الفار دامب ديت، ومحتاج ان انا احط الـ اخد الـ 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 اخد الفايل دوت من هنا ونعمل له كوبي، ونروح على الايمجز ونحطه هنا اهو، ونسميه بيكتشر دوت بي ان جي، مفيش اي مشكله. طيب وبعد كده هناخد بقى ايه الكام دوت من الناف بار، وهنشيله من هنا اهو، ونقول له بدل ما تروح على الكام دوت هتروح تروح على الايمجز وتاخد الداتا من هناك. طيب وتعالى نعمل ريفرش، هتلاقي ان مفيش اي مشكله والداتا موجوده عادي. طيب تعالى نرجع هنا دلوقتي، هتلاقي ان البوزيشن ريلاتيف والكلام دوت او الايمج ديت انا كنت حاطط لها ستايل قبل كده، وانا كنت حاطط الستايل دوت بس عشان خاطر تبتدي تظهر جنب اليوزر على طول. طيب والكلاس على الايمج سيركل دوت حاجه من البوت ستراب عشان خاطر يخلي الصوره على هك على شكل دايره، والماكس ويدث لو لو الصوره اكبر من 20 بكسل، واكيد اليوزرز معظمهم هيرفعوا صوره هتكون اكبر من 20 بكسل، انا هخلي ان الماكس ويدث بتاعها يكون 20 بكسل والماكس هايت بتاعها يكون 20 بكسل. فبالتالي الصوره ديت اقصى حاجه تقدر توصلها ل 20 بكسل، ما ينفعش انها توصل اكبر من كده. لو انا كنت شلت الماكس ويدث او الماكس هايت كنت هتلاقي ان لو رجعنا هنا وبصينا هتلاقي انها بقى حجمها كبير جدا، لان دوت الحجم الاصلي بتاعها. فبالتالي انا هرجعها ان الماكس هو بغض النظر عن الحجم بتاع الصوره ايه بالظبط، الحجم الاصلي بتاعها ايه، انا هجبرها ان الماكس بتاعها هو يكون ال 20 بكسل. وبعد كده التوب 2 بكسل يعني تبتدي تبعد على التوب، وبعد كده الفلوت تبقى ليفت يعني تبقى شمال، بعد كده البوزيشن هيكون ريلاتيف ديت، مفيش اي مشكله فيه. طيب دوت بالنسبه لي اليوزر ان هو يعمل ابلود للبروفايل بيكتشر بتاعته. طيب اعتقد هنا يكون انتهى التوتوريال دوت، وبانتهاء التوتوريال دوت يكون انتهت السيريز بتاعت الفيديو. اتمنى انت تكون استفدت. لو في حد عنده اي ابديت للكلام اللي احنا كنا بنقوله دوت، او مثلا انت في حاجه عايز تعدلها على البروجكت دوت بحيث ان احنا نضيفها في المشروع، مفيش اي مشكله ممكن احنا نحطها. وما تنساش ان الكلام ده كله هتلاقي ان هو موجود على جيت هاب، لمجرد انك تفتح جيت هاب سلاش سكسيتر هتلاقي البروجكت دوت موجود هناك، مفيش اي مشكله.
طيب اتمنى ان انت تكون استفدت. ان شاء الله اشوفكم في كورس تاني. غالبا الناس اللي بتشتغل في التراك بتاعها المفروض انك ماشي من الاساسيات موجودة عندنا في التشانل، بعد كده هتروح على البي دي او وده انت اوريدي كده خلاص خلصته، بعد كده هتلاقي ان التوتوريال التاني او الكورس اللي بعد كده في التراك بتاعك عشان خاطر تكمل هيكون على الاوبجكت اورينتد في التشانل برضو موجود مع احمد. طيب لهنا يكون انتهى التوتوريال دوت وانتهى الكورس دوت. ان شاء الله اشوفكم في كورس تاني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.